عامان من حكم ولي العهد السعودي اصطبغا بلون الدم والفضائح والجدل يقول خصومه. فمن خطة طموحة لتقديم صورة جديدة للمملكة يقودها أمير إصلاحي شاب إلى صورة غير واضحة المعالم نالت من مكانة ورصانة المملكة قادتها سياسات متهورة غير محسوبة العواقب من الحرب في اليمن إلى اغتيال خاشقجي إلى مطاردة المعارضين واعتقال العلماء والنساء وحتى الأطفال. تمضي المملكة في طريق مجهول، طريق هندس سياساته شخصيات محسوبة على بن سلمان رافقته في مشوار صعوده إلى ولاية العهد، عمل من خلالهم على كسر دوائر الحكم والنفوذ التقليدية في الأسرة الحاكمة، منهم من كان سبباً في توتر العلاقات بين السعودية وعدد من دول المنطقة بل وحتى دول كبرى، ومنهم من اتهم بالتورط في تعذيب ناشطين وأمراء ورجال أعمال كبار. وفي خضم الضغوط الدولية على المملكة جرى الإعلان عن إبعاد بعضهم، لكن التقارير عدة تحدثت عن احتفاظهم بنفوذهم. سعود القحطاني وزير ما سمي بالذباب الإلكتروني ومهندس عمليات الجوسسة السيبرانية التي طالت المعارضين أفراداً ودول والذي ارتبط اسمه باعتقالات الريتس. تركي آل الشيخ صاحب رؤية الرياضة ألقى ولم يفلح حيث أتى، فتلقف هيئة الترفيه ترويجاً لإصلاح وانفتاح لم يلامس سوى القشور، ليبقى لب الحقوق والحريات مثخناً بالانتهاكات. بدر العساكر سمسار صفقات لوحة دافنشي وقصر لويس الرابع عشر واليخت الشهير، أين يلتقي المال العام والخاص بين يديه ليثير جدلاً لا ينتهي. أحمد عسيري الذي خرج من عاصفة الحزم يجر أذيال الخيبة ليدخل في عين إعصار اغتيال خاشقجي، دائرة أحكمت حول بن سلمان فحكمت وتحكمت في مصائر البلاد والعباد. من هؤلاء وكيف نالوا ثقة ولي العهد السعودي وما مدى تأثيرهم في سياساته وصنع قراراته؟ سنتابع قصة دائرة ولي العهد السعودي، أما بقية هذه القصة فمع ضيفينا الناشط الحقوقي السعودي يحيى عسيري ورئيس تحرير موقع ميدل إيست آي البريطاني الصحفي ديفيد هيرس. لكن ما رأيكم الآن مشاهدينا أن نتابع قصة دائرة ولي العهد السعودي؟ بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أمرنا بما هو آت. اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد وتعيين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء. في 21 من يونيو حزيران عام 2017 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه كولي للعهد وتعيين نجله الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد. بحسب تقرير للفاينانشال تايمز، فقد قرب ولي العهد محمد بن سلمان مجموعة من المستشارين الذين تولوا إدارة العديد من الملفات الهامة في البلاد، من بينهم محمد آل الشيخ وهو أحد مسؤولي الملف الاقتصادي في المملكة ويشغل منصب وزير الدولة، وقد مثل المملكة في البنك الدولي وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السعودية، وهو الرئيس الأسبق لهيئة الرياضة. خالد الفالح ويشغل منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية والرئيس التنفيذي السابق لشركة أرامكو السعودية. محمد الجدعان ويشغل منصب وزير المالية وقد عمل في السابق رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية. أحمد بن عقيل الخطيب ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة والتراث الوطني وهو مصرفي سابق ومستشار في الديوان الملكي، وقد تقلد عدة مناصب من بينها رئاسة الهيئة العامة للترفيه ورئاسة مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. إلا أن ثلاثة مستشارين يمكن اعتبارهم الأقرب لولي العهد محمد بن سلمان والأكثر استحقاقاً لوصف رجال الأمير، فقد بلغت حظوتهم أن يكونوا رأساً برأس مع ملوك ورؤساء وأمراء ضمهم عشاء ولي العهد على هامش قمة الظهران
سعود القحطاني يأتي في مقدمة المستشارين الثلاثة المقربين، وهو محاضر سابق في القانون بكلية الملك فيصل الجوية، وكلف بالعمل مديراً لشؤون الأفراد ثم الضباط بالكلية. تولى العديد من المهام التي ارتبطت بالرصد والتحكم في الفضاء الإلكتروني، سواء أكانت في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي أو في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. أما تركي آل الشيخ فهو نقيب سابق بوزارة الداخلية ومستشار بالديوان الملكي بمرتبة وزير، حيث تقلبت مسؤولياته بين ملفي الرياضة والترفيه. وبدر العساكر وهو مدير المكتب الخاص لولي العهد بمرتبة وزير، وأحد المسؤولين عن إدارة ثرواته وأصوله في الخارج بحسب تسريبات الوثائق المالية التي يطلق عليها أوراق الجنة، وتم الكشف عنها في نوفمبر تشرين الثاني 2017. يعتبر هؤلاء الثلاثة من العناصر الهامة جدا في دائرة صنع القرار المقربة من محمد بن سلمان، إذ يتمتعون بسلطات وصلاحيات هائلة تجعلهم من المسؤولين الرئيسيين عن تنفيذ أجندة بن سلمان داخل المملكة العربية السعودية. هم يوفرون كمستشارين رسميين غطاء شرعي لمحمد بن سلمان لتطوير وتنفيذ سياساته، لا سيما أن ابن سلمان قام بتهميش دور الوزراء منذ وقت طويل، لذا فهو بحاجة إلى الأفراد الذين يعملون تحت سلطته المباشرة بدلا من الأشخاص العاملين في الوزارات المرتبطة بالتسلسل الحكومي الرسمي. اختار مجموعة كبيرة من الزملاء الدراسة ومن الأصدقاء المقربين الذين يمتلكون إمكانيات علمية وثقافية عالية ولديهم قدرات على العمل في ظروف استثنائية. أثارت الصلاحيات التي منحها ولي العهد لمستشاريه العديد من التساؤلات حولهم، وكيف نجحوا في نيل ثقة الأمير محمد بن سلمان حتى صاروا رجاله الموالين بحسب ما وصفت نيويورك تايمز بعضهم. وفقاً لسيرته التي نشرها على حسابه على تويتر، فقد حصل سعود القحطاني على بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود، ثم الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة نايف للعلوم الأمنية. في العام 2003 كانت أولى محطات القحطاني في مسيرته داخل أروقة السلطة، فالشاب البالغ آنذاك 25 عاماً عين مستشاراً قانونياً في سكرتاريا ولي العهد عبد الله بن عبد العزيز. في تلك الآونة توطدت علاقة سعود بالرجل القوي ورئيس الديوان الملكي آنذاك خالد التويجري. خالد التويجري لديه توجهات تغريبية قوية جدا، وكان ينوي محاربة التيار الإسلامي حتى قبل محمد بن سلمان، وقد تبنى سعود القحطاني لأن لديه توجهات أشد عنفا من خالد التويجري، فتبناه من خلف الكواليس وموله من أجل أن ينشئ مواقع منتديات حوارية ومواقع على الإنترنت يشجع فيها التيار العلماني، التيار الليبرالي، التيار المناهض للدين. لم يكن نشر الأفكار عبر المنتديات هو نشاط القحطاني الوحيد، فبحسب وثائق مسربة نشرها موقع ويكيليكس، فقد تواصل القحطاني في عام 2012 عبر بريده الإلكتروني مع شركة إيطالية تحمل اسم هاكينج تيم. ووفقاً للوثيقة فقد طلب القحطاني من الشركة إفادة خبراء إلى المملكة لشرح الخدمات التي يمكنهم تقديمها وتدريب كوادر عليها في مقابل مبلغ مالي وتحمل نفقات الرحلة. وقد أشار تحقيق حديث لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن سعود القحطاني تواصل مع شركة NSO الإسرائيلية لتكنولوجيا المراقبة والتجسس للاستفادة من خدماتها في تتبع نشاط وتحركات المعارضين السعوديين بالخارج، حيث تبادل القحطاني الرسائل مع موظفي الشركة لبحث خطط لاستخدام أجهزتها في عملية تجسس بأنحاء الشرق الأوسط وأوروبا ودول من بينها قطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا. كانت الصحيفة الأمريكية قد أشارت إلى عدم تلقي سعود القحطاني أي تعليم أو خبرة بالخارج، وأضافت بأن ذلك ينطبق على مستشار آخر للأمير وهو تركي آل الشيخ. الحمد لله الحلم تحقق. في 17 من يونيو حزيران عام 2017 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتعيين تركي عبد المحسن آل الشيخ مستشاراً في الديوان الملكي برتبة وزير. الشراسة اللي في شخصية تركي آل الشيخ جاية من العسكرية ولا هذه فيك من أول؟ بوث مع بعض. إيه.
ارتفعت مكانة تركي آل الشيخ ليصبح من الشخصيات المرموقة في المملكة. لم يصل لهذا المنصب بسبب إمكانياته أو إنجازاته التي حققها، وإنما لكونه صديقاً مقرباً لمحمد بن سلمان، فهو من الدائرة المقربة لولي العهد والتي تضم أيضاً سعود القحطاني. كان معروفاً بأنه لديه اهتمامات رياضية واهتمامات فنية، يكتب أغاني بطريقة يعني محدودة الحال. لم يكن لديه سوى هذه الإمكانات والتأهيل، لكنه كان لديه أمر فوق ذلك كله، وهو أنه صديق محمد بن سلمان. مرح الأمير. صدقني مرح، يعني أي نعم هو صارم وشديد، لكن في عمل. رجل ثالث ربما كان أقل ظهوراً على الساحة السياسية العامة من القحطاني وآل الشيخ، إلا أن الملفات الهامة التي بين يديه كانت مؤشراً على نفوذه وقربه من الأمير محمد بن سلمان. بحسب الصحف السعودية، فقد تنقل بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد محمد بن سلمان بين وظائف عدة خلال مسيرته المهنية، ارتبط أغلبها بالملك سلمان بن عبد العزيز حين كان أميراً، من بينها أميناً عاماً لمركز الملك سلمان للشباب وعضواً بمجلس إدارته، بالإضافة إلى كونه أميناً عاماً لجائزة الملك سلمان لشباب الأعمال. وقد توطدت خلال تلك السنوات علاقته بالأمير محمد بن سلمان. العساكر بحسب ما ذكر في مقابلة حديثة معه، كان قد درس التربية الفنية بجامعة الملك سعود، ألحقها بدورات تدريبية في مجالات الإدارة والتسويق. مع صعود الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، بدت صلاحيات المستشارين الثلاثة أكثر اتساعاً، حيث ارتبطت أسماؤهم بالعديد من الملفات الهامة. فقد عين سعود القحطاني مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، إلى جانب المهام الأخرى الموكلة إليه. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن القحطاني قام مع آل الشيخ باحتجاز ولي العهد السعودي محمد بن نايف في يونيو حزيران عام 2017، ومارسوا ضغوطاً عليه حتى وافق على التخلي عن حقه بالعرش. كما قالت رويترز في تقرير لها إن القحطاني هو من أشرف على احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض في نوفمبر تشرين الثاني من العام 2017، وأنه وجه إليه السباب والإهانة، كما شارك مع آل الشيخ فيما سمي بحملة الحرب على الفساد، سواء بوضع قائمة المعتقلين من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، أو بالإشراف على استجواب وتعذيب بعضهم. أدت هذه الأحداث إلى زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب في المملكة السعودية بسبب الغياب الحقيقي لتطبيق القوانين، مما أثار الأسئلة حول حالة الاستقرار والقرارات الصادرة عن الأمير محمد بن سلمان، وأن القحطاني مشتبه به في الانخراط في القضية بأكملها. هناك اتهامات صحفية، أقول اتهامات صحفية من قبل عدد من الصحف الغربية والصحف التركية والقطرية لدور سعود القحطاني في عملية التحقيق مع نزلاء فندق ريتز كارلتون، وهذا غير صحيح، وهذا ما أكده حتى ولي يعني سمو الأمير الوليد بن طلال في أكثر من حوار وأكثر من لقاء، لأنه لم يكن للأمير محمد بن سلمان أو مكتبه أو مستشاريه دور في الحديث مع وزراء فندق ريتز كارلتون. وقد امتد نفوذ القحطاني وآل الشيخ إلى السياسة الخارجية للمملكة، حيث أشار تحقيق لصحيفة الواشنطن بوست إلى أن القحطاني كان صاحب أكثر الأفكار استفزازاً في الحملة التي قادتها المملكة لحصار قطر، مثل حفر قناة مائية لعزلها. وأضافت أن القحطاني كان مصدراً للعديد من الأخبار الكاذبة في تلك الحملة، وهو الدور الذي أثنى عليه أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية. فضلاً عن ذلك، فقد أشرف القحطاني على إدارة آلاف الحسابات على تويتر، والتي يتم التحكم فيها بشكل آلي من قبل مبرمجين يطلق عليهم الذباب الإلكتروني، وهو ما أشارت إليه تحقيقات لرويترز ونيويورك تايمز. ووفقاً للتحقيقات، فإن الجيوش الإلكترونية التابعة للقحطاني لعبت دوراً في تأجيج حالة العداء عقب الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا في أغسطس آب عام 2018، حيث وصلت تلك الحملة إلى حد نشر حساب سبق وأن روج له القحطاني ونصح بمتابعته لتغريدة تحمل تهديداً لكندا على غرار تفجيرات 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة. يا سيدي قربك فخار لي وتشريف،
يجمع سعود القحطاني كثيرا من الخيوط بين يديه، حيث يسخر قنوات ومنصات التواصل والإعلام لخدمة ولي العهد داخل المملكة وخارجها، إذ يتحرك بشكل استراتيجي ضد أي شكل من أشكال المعارضة سواء كانت داخلية أو خارجية. سعود القحطاني لديه تخويل بالسيطرة على كل وسائل الإعلام. يحكي بعض الصحفيين أنهم فجأة في منتصف الليل تأتيهم رسائل بالواتساب أنه تكلموا غدا عن الموضوع الفلاني، عن موضوع مثلا زيارة الوفد كذا لقطر، دخول القوات التركية لقطر، فيحكون عن توجيهات في منتصف الليل تأتيهم في الواتساب، ويجدون أنفسهم مضطرين أنهم إن لم ينفذوا هذا الأمر فليس فقط سيفصلون بل سيعرضون الاستجواب وربما الاعتقال والتعذيب. جاء اغتيال جمال خاشقجي ليكتب نهاية الظهور العلني لسعود القحطاني، فبعد تهرب وإنكار أشار النائب العام السعودي إلى احتمال تورطه في اغتيال خاشقجي. قام نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترأس مجموعة التفاوض، فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة. وأمام الضغط الدولي أعلن الملك سلمان إعفاءه من مناصبه، إلا أن وكالة رويترز نقلت أن القحطاني لا يزال يتمتع بنفوذ ضمن الدائرة المقربة من ولي العهد السعودي رغم إقالته من منصبه. أما آل الشيخ فقد منحه ولي العهد محمد بن سلمان الملف الرياضي، حيث صدر الأمر الملكي بتنصيبه رئيساً للهيئة العامة للرياضة. ستظلون أقزام أمام رياضة المملكة العربية السعودية بس. ووفقاً لنيويورك تايمز فقد أغدق الأمير الأموال على آل الشيخ كي يدخل المملكة في مضمار المنافسة الدولية في رياضة التنس والملاكمة وكرة القدم وغيرها، إلا أن خطوات آل الشيخ قد امتدت خارج المملكة حين أعلن عن تبرعاته السخية للنادي الأهلي المصري، وهي تبرعات قدرتها اللجنة التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة في مصر ب119 مليون جنيه مصري. ثم أعلن لاحقاً عن ضخ استثمارات في الرياضة المصرية، بدأها بتأسيس نادي بيراميدز وإنشاء قناة تلفزيونية بالاسم نفسه. في ديسمبر كانون الأول من العام 2018 أعفي تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، ليعين بأمر ملكي جديد رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، حيث أعلن آل الشيخ عن رؤيته لتطوير الهيئة في فعالية كبيرة انطلقت بعدها العديد من الفعاليات والحفلات الغنائية والمسابقات والمهرجانات التي استقدم لها المطربين والفنانين من جميع أنحاء العالم. هل مسك تقوم بأدوار سياسية؟ يعني مو بس تكتفي، يعني هي ذراع يمارس أحياناً دور سياسي؟ هذا سؤال المسك. ببساطة لا، مسك لا تقوم بأدوار سياسية. لم تقتصر مهام بدر العساكر على مكتب ولي العهد محمد بن سلمان، فقد منح ولي العهد لمؤسسة مسك الخيرية التي يديرها العساكر صلاحيات واسعة، حيث وصفتها صحيفة عكاظ بالذراع الناعمة للمملكة. أما الدور الأكبر للعساكر فقد تمثل في إدارته ثروات وأصول الملك سلمان ونجله محمد في الخارج، وذلك بحسب ما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي أشارت إلى أن شركة 8 Investment هي المالكة لليخت الذي تم شراؤه خلال رحلة اصطياف قام بها الأمير محمد بن سلمان على شواطئ الريفيرا الفرنسية، وبلغت قيمته $250 مليون، كما اشترت الشركة نفسها لوحة لليوناردو دافنشي بقيمة $450 مليون، إضافة إلى قصر ملك فرنسا لويس الرابع عشر بمبلغ $300 مليون. ووفقاً لتسريبات وثائق شركة أبل بي للمحاماة، فإن بدر العساكر هو أحد القائمين على إدارة 8 Investment ويملك أسهماً فيها، وأن مصدر رأس مال الشركة هو الملك والحكومة السعودية. بدر العساكر شخص يعمل من خلف الكواليس، فهو لا يتمتع بظهور على المسرح العام على غرار تركي الشيخ أو سعود القحطاني، وهو ما اقتضت المتطلبات العملية لدوره، حيث يعد العساكر من الأشخاص الذين يعملون خارج هياكل الإدارة الرسمية للحكومة السعودية أو وزاراتها، إذ يتولى بشكل رئيسي ملف الأموال والاستثمارات الشخصية لمحمد بن سلمان، والتي لا تعد في الحقيقة أمراً خاصاً، حيث من المعروف أن
المخصصات التي تخص آل سعود يختلط فيها المال العام بالخاص، لأن هذه الأموال في نهاية المطاف تأتي من الحكومة. أنت بتسمح لي أسألك عن الملفات اللي تمسكها خارج مسكو، خارج مؤسسة مكتب ولي العهد؟ والله اسمح لي أعتذر. أنت سألتك صعب يا عبد الله. عساكر يشرف على نقل عشرات المليارات من الأموال من السعودية إلى جنيف لحسابات محمد بن سلمان، ويشرف على استثمارات أكبر من هذه بكثير. يعني المال الذي اختفى من ميزانية الدولة، من خزينة الدولة على مدى 5 سنوات الماضية، ويعتقد أنه قد استقر في حسابات تابعة لمحمد بن سلمان لا يقل عن 1.5 تريليون ريال. عامان على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد شهدت فيهما المملكة تغييرات جذرية طالت عدة مناح على الصعيدين الداخلي والخارجي. كان لرجال 3 يحيطون بولي العهد دورهم البارز فيها، وعلى الرغم من اختلاف مهامهم والملفات التي يتولونها ما بين الأمني والإعلامي والمالي والرياضي والاجتماعي، إلا أن 3 يشتركون في الغموض الذي صاحب صعودهم والأدوار التي تجاوزت طبيعة مهامهم الرسمية، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول أثر نفوذ رجال الأمير في واقع ومستقبل السعودية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للقصة، بقية عن دائرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. يسعدني أن أرحب بضيفينا الكريمين هنا في استوديوهات الجزيرة في لندن، السيد يحيى عسيري الناشط الحقوقي السعودي، والسيد ديفيد هيرست مدير تحرير موقع ميدل إيست آي. أهلا بضيفينا الكريمين. نبدأ معك سيد يحيى عسيري، ونحن نحاول أن نفهم من هؤلاء. هل كان السعوديون يعرفونهم من قبل أن يجلبهم ولي العهد السعودي لدائرة الضوء؟ أهلا وسهلا بكم. ربما النقطة الأهم حاليا أنه شريحة كبيرة جدا وربما الأكثر داخل المجتمع السعودي الذين اعتادوا أن يؤيدوا محمد بن سلمان أو يؤيدوا السلطات السعودية لا يستطيعوا أن يتفقوا مع هؤلاء الرجال، لا يستطيعوا أن يؤيدوا سعود القحطاني أو أحمد عسيري أو تركي آل الشيخ أو هذه المجموعات. غالب المجتمع السعودي إن لم يكن كله غاضبون عن هذه الشخصيات، بينما هذه الشخصيات هي التي تصنع القرار في الداخل السعودي حاليا. إذن السؤال الذي ممكن أن نوجهه للأشخاص الذين يدعمون السلطات السعودية ويحبون أن يقفوا معها مع كل الأخطاء التي ترتكبها، مع كل الانتهاكات، مع كل الإخفاقات التي ترتكبها السلطات بهؤلاء الرجال، لماذا لا يستطيعون أن ينتقدوا هؤلاء؟ لماذا لا يستطيعون أن يفصلوا بين ما يقوم به سعود القحطاني وأحمد عسيري وتركي آل الشيخ وبين السلطة السعودية؟ السبب ببساطة لأن السلطة السعودية حاليا هي محمد بن سلمان، ومحمد بن سلمان هو هؤلاء الشخصيات التي أصبح واضحا بشكل كبير جدا الإخفاق السياسي لديهم، وليس فقط السياسي بل الأخلاقي. المستوى المتدني الذي نراه حاليا للإعلام السعودي، لرجال الدين في السعودية، رأينا أحد الأشخاص المحسوبين على المدرسة الدينية في السعودية يتهم إحدى المذيعات في إحدى القنوات بأنها داعرة فقط لأنها اختلفت معه، حذفت التغريدة، أوقفها برنامج تويتر وأوقف الحساب كاملا. ولكن هذه الأخلاق التي وصل إليها أشخاص ويظنون أنهم يدافعون عن السلطة ثم تحصل على ريتويت بالآلاف من داخل الشارع السعودي سواء كان ذباب إلكتروني أو نحوه، هذا المستوى المتدني لا يعبر عن سوء أخلاق بل يعبر عما تريده القيادة السعودية. حاليا عندما نرى مثلا على سبيل المثال شاعر سعودي انتقد في بداية الأزمة مع قطر، انتقد اللغة الشوارعية أو الهابطة في نقد قطر أو رموزها، فقال أنه يعني هذا الأسلوب لا يمثلنا ولا يعبر عنا، يجب أن نعادي قطر. هذا كان كلامه، أن نعادي قطر ولكن بأسلوب أكثر ترفعا. تم اعتقاله ولم يخرج من السجن حتى كتب قصيدة تحوي يعني عبارات نابعة جدا وسيئة جدا. هذا دلالة واضحة على المستوى الذي تريده السلطة السعودية للشارع السعودي. إن كان هذا هو المستوى أو كان هذا ما خرج بالفعل نتيجة للسياسات والمشورات التي قدمها هؤلاء الذين يمثلون الدائرة المتحلقة حول بن سلمان، باعتقادك كيف اختارهم ولماذا هؤلاء؟ أعتقد أن يحيى أشار إلى نقاط هامة،
لأن الأمر هنا لا يتعلق بمؤسسات كبيرة، ليس هناك مؤسسات كبيرة تحيط بولي العهد، هناك دائرة ضيقة من الأشخاص يحيطون به، وهؤلاء الأشخاص ليس لديهم باع كبير وليسوا من المتفوقين، وهؤلاء أشخاص يقولوا أو يقومون بما يؤمرون. وأيضا ولي العهد الذي لا يتجاوز سنه 33 سنة لم يتلقى تعليما متميزا. دعوني أسوق لكم مثالا واحدا. تركي آل الشيخ هو من قبيلة كانت مرتبطة تاريخيا بالوهابيين وبالحركة الوهابية، ولكن سلوكه بعيد كل البعد عن الجانب الديني، وهو أنفق 4.8 مليون دولار لشراء سيارة بوغاتي، وهي سيارة رياضية لاختناء هذه السيارة لنفسه، وينفق المال يمينا وشمالا. إذن هؤلاء الأشخاص لا يهتمون بما يقومون به، هم يهتمون فقط بإنفاق المال، وهم أشخاص من مستويات متدنية يحيط ولي العهد نفسه بهم. وأيضا القرار التي تتخذ هي قرارات مرتجلة. نذكر أنه أيضا اشترى يخت في فرنسا في ريفيرا، واشترى ذلك اليخت خلال 5 دقائق. لم يفكر ماليا في هذا القرار، لم يكن يفكر بالرسالة التي سترسل للمواطنين السعوديين من خلال شراء هذا اليخت. إذن كيف يمكن أن نتقدم نحو الأمام إذا ما كان ولي العهد يقوم بهذه التصرفات؟ حقيقة عادة في المملكة العربية السعودية كيف يتم اختيار أولياء العهود أو حتى الملوك من قبل هؤلاء الذين البطانة المحيطة بهم والناس المحيطين بهم؟ ألا يتم مراعاة توازنات معينة قبلية خاصة يعني بعدة أشياء يحسب لها بدقة فيما يخص هذا الموضوع؟ وهل تم مراعاة ذلك مع محمد بن سلمان؟ وبالتأكيد أنه الذي يحصل حالياً أنه أسوأ مما حصل في السابق بكثير. لم يكن الوضع جميلاً في السابق، ولكنه الآن أسوأ بكثير. ومثل ما تفضل ديفيد أنه الإشكالية لدينا أنه في غياب دولة المؤسسات والحقوق. فإذا غابت المؤسسات يغيب وجود الكونستيتيوشن أو النظام لاختيار هؤلاء الشخصيات. لو كان هناك نظام ثابت نستطيع به أن نختار هؤلاء الشخصيات ويمثلون الشعب، أو على الأقل عندما يكونون في هذه المناصب يكونون انتخبوا أو وصلوا بطريقة معينة، هذه الطريقة تنطبق على كل شخص يصل إلى هذا الموقع، بهذه الطريقة نضمن أن الذين يصلون إلى هذه المناصب أن لديهم قدرة معينة من الكفاءة، من العلم، من أي كان يعني المطلوب لدى السلطات، ما الذي تريده السلطات في وصول هؤلاء الأشخاص. ولكن السلطات السعودية في السابق كانت تحاول أن تحافظ على بعض التوازنات، فيكون من يقربون من سدة الحكم أو من يقربون من الحاكم أو ولي العهد يتم اختيارهم إما من القبائل أو من رجال الدين أو الشخصيات التي لها ثقل معين، حتى تحافظ السلطات على التوازنات. وإن كانت هذه الشخصيات مخفقة وإن كانت قليلة العلم قليلة المعرفة، إلا أن هناك بعض الحسبة بعض الحسابات لإيصال مثل هذه الشخصيات. الذي يحصل الآن هو مختلف تماما. الذي يحصل هو غريب بشكل كبير، يعني عندما نرى أنه أشخاص يعني لا يملكون ليس فقط أي معرفة بل أي أخلاق أيضا ويمثلون البلد. عندما نتابع مثلا حساب سعود القحطاني على تويتر، أمر مزري للغاية وأمر مؤلم للغاية أن نرى هذا هو من يتقدم المشهد، بل هو صانع قرار حاليا وصانع قرار مهم للغاية في داخل البلاد. لكن هؤلاء يقولون بأنهم يلقون تجاوبا من شرائح كبيرة في المجتمع السعودي وهم موافقون على ذلك. وبالتأكيد أن المجتمع أنه مجتمع مغيب بالكامل، ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن المجتمع في حين أنه مجتمع مصمت، مجتمع خائف، كل من تحدث كل من قال كلمة تم الزج به في السجون وتم إخفاؤه خلف القضبان. أي شخص ينتقد سعود القحطاني أو تركي آل الشيخ يؤخذ إلى السجون. حاليا عدد من الصحفيين لم يوافقوا على نشر آراء
اقترحها سعود القحطاني في مجموعة الواتساب الشهيرة لسعود القحطاني التي يجمع فيها عدد من الصحفيين، لم يوافقوا أو لم يتفاعلوا، تمت مداهمتهم في المنازل، ضربوا ضربا مبرحا ثم أعيدوا إلى أماكنهم وبعضهم أخذ إلى السجن. الآن عندما نرى خطف الأشخاص وأخذهم إلى السجون، أعداد كبيرة جدا للغاية. عندما كنا نتحدث عن اعتقال 150 شخص بينهم صحفيين وإعلاميين وبينهم شخصيات مقربة أيضا من السلطة وعتادة تكون قريبة من السلطة، سئل محمد بن سلمان عن اعتقال 150 شخص قال أن الرقم غير صحيح وأن الرقم الصحيح هو 1500، أي أننا نعرف فقط 10%. هؤلاء فقط بعضهم انتقد سعود القحطاني. فعندما يعني يكون المجتمع خائف ومصمت إلى هذه الدرجة، حينها لا نستطيع أن نحكم على رؤيته إلا بوجود حرية تعبير حقيقية لكي يقولوا كلمتهم أنهم ضد هؤلاء الأشخاص. سيد هرس، عندما يكون المجتمع صامت وخاضع مثل ما قال سيد يحيى عسيري قد يكون مفهوما، لأن الكثير ممن تحدثوا بأقل بكثير من انتقاد زج بهم في السجون قد يفهم ذلك، لكن ماذا عن المجتمع الغربي؟ بن سلمان يلقى قبولا، حتى عاصفة خاشقجي وما أحدثته بعدها يبدو أنها هدأت، وهناك من يقول بأنه نفد بجلده في نهاية الأمر من هذا الموضوع. أعتقد أن هناك فرقا كبيرا ما بين القادة الغربيين والمجتمعات الغربية. المجتمعات الغربية منزعجة بشكل كبير حول ما حدث. لا أذكر قط أن السعودية وحكمها كانوا بشعبية متدنية في لندن، في واشنطن، وهذه مدن مألوفة بالنسبة لهم، في باريس أيضا، في برلين، في الشعوب وهذا الشارع من يبيع بن سلمان ويمده بالأسلحة ويعزز مكانته دوليا في نهاية الأمر. نعم أنت محقة، نعم هذا صحيح. القادة مختلفون تماما، هذا يندرج أيضا وينطبق على الحكومة البريطانية. الأمر يرتبط دائما بالوظائف بالنسبة لهؤلاء الناس. إذا ما توقفنا عن بيع هذه المعدات والطائرات للسعودية فبالتأكيد الأمور ستغير، ولكن الفرنسيون أيضا لا يختلفون عن القادة البريطانيين على الإطلاق. والآن هناك مشكل آخر مع السعودية هو ترامب. ترامب يستخدم العربية السعودية ويستخدم علاقته مع ولي العهد من أجل كسر خريطة الشرق الأوسط وإعادة تشكيلها. كانت هناك مجموعة من المشاريع التي تم الحديث حولها، وسمعنا أيضا ما يسمى بصفقة القرن، وسمعنا بأفكار أخرى بهذا الخصوص، مثلا خلق جيل جديد من الدكتاتوريين الذين سيقومون تماما ما يريده ترامب والأمريكان. إذن أمريكا تحتاج شخصا يشبه ولي العهد، وهو لا يهتم بالأخلاق، هو يهتم باستخدام ولي العهد، وهو لا يهتم بحياة الناس. سيد يحيى، يعني إذا ما عدنا مرة أخرى لهذه الشخصيات التي اختارها محمد بن سلمان حوله، يعني نتساءل حقيقة إن كانوا لم يبلوا في أقله جيدا الكثير من الفضائح والمغامرات لاحقتهم، ما الذي يجعلهم متمسكا بهم رغم كل شيء باعتقادك؟ والذي يجعل محمد بن سلمان متمسكا بهذه الشخصيات بهذا القدرة يعني هو تقاربهم مع محمد بن سلمان، وأنهم ليسوا إلا أجهزة أو أدوات بيد محمد بن سلمان. وبالمناسبة بعد حادثة جمال خاشقجي رحمه الله كاد محمد بن سلمان أن يتخلص من سعود القحطاني وأحمد عسيري، وكان هذا هو القرار الموجود في داخل الديوان الملكي في حينها. ولكن بعد أن خفت العاصفة وهدأت قليلا وهي سوف تعود إلى السطح مجددا وخاصة في نهاية هذا الشهر في جنيف، ولكن بعد أن شعر محمد بن سلمان بالأمان عاد سعود القحطاني إلى عمله، وعاد أحمد عسيري إلى منزله ليحضر المحاكمات من المنزل. ولكن هو كاد أن يعني كاد أن يتخلص منهم، لماذا يصر على إبقائهم؟ وهنا سؤال أيضا لكل الأشخاص الذين يصدقون أن محمد بن سلمان قد يعاقب سعود القحطاني أو أحمد عسيري، وعندما قالوا مجموعة مارقة ضللت السلطة
وقامت بالعملية التي هي عملية جمال خاشقجي، عندما تقول السلطات ذلك، ما الذي فعلته تجاههم؟ هي محاكمات غير عادلة، محاكمات هزلية، حصل فيها كثير من الإخفاقات والفضائح الجسيمة جدا، لذلك أوقفت المحاكمات. بينما السيدات التي كنا يتواصلن مع منظمات حقوق الإنسان أو معي شخصيا أو مع الأمم المتحدة، كل الصحف السعودية كتبت عنهن خائنات ووضعت صورهن في الصفحات الأولى للصحف السعودية، وقال محمد بن سلمان في عدد من المقابلات وخاصة في بلومبرغ بكل وضوح، قال أن هؤلاء يتعاونون مع مخابرات أجنبية ويقبضن أموالا لذلك، وأن لدينا إثباتات مرئية سوف نعرضها عليكم. لم يعرض شيء، لم توجه هذه التهم أيضا أمام المحكمة، شوهت سمعة السيدات واعتبروا أنهن أعداء للوطن، بينما من تقول السلطات عنهم أنهم مجموعة مارقة قتلوا خاشقجي وضللوا السلطات، لم نرى أي إجراء حقيقي ضدهم. وهذا دليل إضافي أن من أمر بهذه العملية أنه محمد بن سلمان بنفسه، ولهذا يتمسك فيهم، لأنه باختصار الكلمة التي قالها سعود القحطاني في حسابه على تويتر كانت حقيقية ومنطقية للغاية، عندما قال: أنا لا أتصرف من رأسي، إن هي إلا أوامر من ولي العهد ووالده. سيد ديفيد هيرست، الرجل قدم نفسه على أنه إصلاحي بخطة طموحة لتطوير المملكة ودغدغ هذا الخطاب الغرب، الآن يعني وهو يقوم بهذه الخطوات، اختياره لهؤلاء الأشخاص الذين ورطوا المملكة وورطوه هو شخصيا في مغامرات غير محسوبة العواقب نالت من سمعة المملكة، ألا يوجد هناك من يمكن أن يدعو فعلا هذا الرجل؟ أين هي الإصلاحات؟ نتساءل حقيقة، أين الإصلاحات التي وعد بها؟ هل هي في الترفيه، في الحفلات وغيرها مما سمي إصلاحات سطحية دون أن تلامس الملفات الثقيلة التي أشار إليها سيد يحيى عسيري متعلقة بالحريات والحقوق؟ نعم، أنت موافقة تماما، هذا كان خطأ كبيرا أن يقدم نفسه على أنه إصلاحيا، وهناك أشخاص في الغرب ومؤسسات كواشنطن بوست ونيويورك تايمز ربما سوقوا هذه الفكرة، وفي حقيقة الأمر على السعودية أن تقدم شيئا ملموسا، وهذا شيء ضروري. الشيء الذي كان يقوم به هو سجن الإصلاحيين، وكان يسجن الناس الذين في حقيقة الأمر كانوا نشطاء حقوقيين يطالبون في ذلك الوقت بوقف منع السيدات من قيادة السيارات، وكان هناك تهديد للكثير من السجناء بالاغتصاب، وكان هناك انتهاكات كبيرة في حقهم. وكما تفضل يحيى، هؤلاء الأشخاص الذين يمسكون بزمام الأمور في السعودية يقومون الآن بتغيير القواعد حسب ما يحدث على مستوى الدولة. بالنسبة لكوشنر مثلا الذي يتواصل مع ولي العهد باستمرار، بدأ يفقد السيطرة على ولي العهد، وهناك من يقول بأن كوشنر اتصل بولي العهد بعد تقارير شبكة CNN حول الإعدام طفل صغير أو مشروع إعدام طفل صغير، وبعد ذلك تم تغيير ذلك الحكم إلى حكم طويل الأمد. وبعد ذلك أيضا كوشنر تحدث حول إعدام 3 من رجال الدين السعودي، والشيء الذي حدث حسب مسؤولين سعوديين كانت لهم دراية بهذه المحادثة، كان كوشنر يتحدث وولي العهد كان فقط يصغي ولا يتحدث، وقيل للشرق الأوسط بأنه يرفض أي تدخل أجنبي. إذن العلاقة ما بين الولي العهد والناس الذين هم قريبين منه فليست علاقة ما بين السيد والعبد. في كثير من الاتجاهات أمريكا تفقد السيطرة على الأمور في السعودية، يعني وعلى ولي العهد منذ سنتين
على تولي محمد بن سلمان ولاية العهد. في طريقه لتسلم هذا المنصب، قبلها كان وليا لولي العهد وقبلها وزير للدفاع، هؤلاء هم الذين كانوا محيطين به، هم الذين دعموه وأوصلوه إلى هذا المكان. تثق بعد حصيلة سنتين من أدائهم هم أنهم سيوصلونه أيضا لكرسي الملك؟ أنت تحدثت بأنه في طريقه لولاية العرش. كما تفضل يحيى بشكل واضح، لم يتغير أي شيء، ليس هناك سبب يدعونا لنقول بأن هؤلاء الأشخاص لن يرافقوه إلى سدة الحكم. لم يتم وقف إيقافهم واعتقالهم والCIA. لكن عفوا سيد ديفيد، ما أود أن أعرف أي كفاءة يملكها هؤلاء بالنظر لأدائهم خلال السنتين وبالنظر لكل المغامرات التي أوقعت المملكة في عدة ورطات، هل هم قادرون فعلا على إيصاله؟ كلا ليسوا قادرين، وأنت لست بحاجة لأشخاص قادرين، أنت بحاجة إلى أشخاص يسمعون وينفذون الأوامر. ولا مكان للأخلاق ولا للأخلاقيات هنا، سيقومون بأي شيء يطلب منهم، وهذا هو الحال في السعودية. سيد يحيى عسيري، ما رأيك في هذا الكلام؟ هل في نهاية الأمر سيبقى متشبثا بهم أيا كانت النهاية ما داموا يقومون بالديرتي جوب أو يقومون بالمهمة المطلوبة منهم في نهاية الأمر، أم أنه في مرحلة ما سيصبحون ويشكلون عبئا عليه بالنظر لكل الفضائح التي صاحبت يعني ولايته للعهد خلال السنتين، من حرب اليمن إلى قضية خاشقجي إلى ملف الإصلاحات والاعتقالات وغيرها؟ هو بالفعل أنه بما أنهم هم ينفذون أوامر محمد بن سلمان وهم قفازات له يستخدمها لهذه الأعمال القذرة، فبالتأكيد أنهم سوف يبقون مقربين منه ما لم يكن هناك ضغط حقيقي على محمد بن سلمان. الضغط الحقيقي من الصعب جدا أن يأتي من الداخل حاليا. الوضع في الداخل مهلهل بشكل كبير، الأصوات الإصلاحية جميعها في السجون حاليا، حتى أبناء الأسرة الحاكمة نرى كثير منهم أصبحوا تحولوا إلى مطبلين لمحمد بن سلمان ولتركي آل الشيخ وسعود القحطاني. رأينا مثلا صور الوليد بن طلال وهو يحاول أن يخدم تركي آل الشيخ ويتقرب منه كموظف صغير موجود لديه. هذا الوضع في الداخل أصبح صعب جدا أن يحدث أي إصلاح من الداخل أو ضغوط من الداخل. الضغط الحقيقي الوحيد حاليا هو الضغط الخارجي، وذلك لأن ربما القوائم الثلاثة التي تعتمد عليها السلطة السعودية منذ القديم حتى الآن هي ثلاث قوائم، اثنتان منها انتهت وانتفت تماما، الاعتماد على المؤسسة الدينية التي كانت تصمت الناس وتحاول أن تقول لهم السمع والطاعة، المدرسة الوهابية التقليدية انتهت حاليا، الجيل الجديد لا يستمع لمثل هذه الفتاوى ولا يريد أن يسمع ويطيع. الأمر الآخر هو توحد وتكاتف الأسرة الحاكمة، كان على مدى الزمن عندما يكون هناك إشكالات في الداخل يقولون اصبروا لأن هذه الأسرة متماسكة وتمسك بمقاليد كل شيء، لو حصل إشكال لا يوجد أحد يسد خللهم. أصبحت الآن الأسرة الحاكمة ليست مصدر أمن حتى لأولئك الذين يحبونهم، بل أصبحت مصدر خوف. بقي العامل الأخير الذي هو الخارج الذي يعطي الشرعية للسلطة السعودية للبقاء. هذا الخارج الآن أصبح متململ بشكل كبير جدا، حتى وإن كان يعقد صفقات، حتى وإن كان هناك مليارات، إلا أنه يرى السلطة السعودية أصبحت مصدر خطر، خطر ليس فقط علينا في الداخل بل على المنطقة. رأينا الأزمة مع اليمن، لكن هذا النظام خادم جيد للقضايا الخارجية، هل تعتقد بأنه يمكن في لحظة ما أن ينقلب عليه؟ هو الآن لا يخدم كثير من القضايا الخارجية. الخارج هم يريدون النفط والمال والاستقرار، الاستقرار هو غير موجود، وبدون استقرار عندما لو تشبت حرب في المنطقة لا سمح الله فربما تدمر كل مصادر الاستقرار التي ينتظرها الغرب. الآن نرى من يدفع بحرب في المنطقة هو دونالد ترامب الذي لا يحسب حساب العواقب بشكل جيد، بينما أوروبا تحاول أن تدفع بناحية الاستقرار. ورأينا كثير من الحديث عن أن هناك عدد من الدول الأوروبية تناصح الملك سلمان باستبدال محمد بن سلمان أو بتحجيم نفوذ محمد بن سلمان لأنهم غير راضين عن الوضع الحالي حاليا. لذلك الضغوط الخارجية هي وحدها ما قد يوقف أو يكبت جماح محمد بن سلمان ويجعله يستبدل هؤلاء الوزراء،
ويجعل الوضع أكثر هدوءا، ربما بالتأكيد أنهم لا يريدون ديمقراطية وحقوق إنسان كما نطمح إليه، ولكن هم يريدون في الأخير الاستقرار للمنطقة على الأقل. هؤلاء الأشخاص الذين يتشبث بهم محمد بن سلمان كما ذكر السيد ديفيد هيرس، أدوارهم تعدت الموضوع الداخلي، أذرع ممتدة حتى إلى الخارج، باتت تؤثر حتى على علاقات المملكة عربيا وحتى دوليا. يعني وبالتالي السؤال الآن، ما مدى تأثيرهم على سياسات المملكة خارجيا؟ حسنا، القحطاني كان هو الشخص الذي قال لخاشقجي شخصيا أن يتوقف عن التغريد أو الكتابة، وجمال كان يشير إلى القحطاني على أنه الشخص الأكثر خطورة وأكثر خطر حتى من ولي العهد. وجمال خاشقجي حاول أن يتصرف كما لو كان ذا ولاء كبير، ولكن وجد الأمر مستحيل. بالنسبة للسياسة الخارجية، القحطاني يتحكم في الجيش السبراني أو ما يعرف بالدباب الإلكتروني، وهو نشيط في هذا الاتجاه بشكل كبير، ويسر على متابعة كل المعارضين كما يعلم يحيى وكل شخص. إذن هؤلاء يعملون على التحكم في الأخبار والمعلومات ونشر أيضا الأخبار الزائفة، وهناك أيضا مجموعات تعمل على المستوى الدولي استقطاب المعارضين السعوديين واستدراجهم إلى القنصليات. إذن لم نسمع الكثير حول هذا الأمر، لكن أنا متأكد بأن هذه النشاطات ما زالت مستمرة. هذه الأمور كلها موجودة وواضحة، وبالتأكيد يتم الانتظار والاستئناف العام مرة أخرى. ذكرت في التقرير الذي تابعناه لأشخاص مؤثرين ومتحلقون حول بن سلمان، من يملك إلى جانب هذا الثلاثي إن صح التعبير وشقيقه خالد بن سلمان نفس قوة التأثير من حوله باعتقادك، وبأي اتجاه يدفع ذلك سياسات المملكة في المرحلة القادمة باعتقادك؟ هو باعتقادي أنه لا يملك أحد أن يحدث أي تغيير في الداخل إلا محمد بن سلمان الذي يمسك بزمام الأمر كله، والأشخاص الذين حوله. الإشكال الكبير أنه نحن نراهم ربما سفهاء غير متعلمين، هكذا يراهم العالم، أنه لا يوجد لديهم تعليم ولا يوجد لديهم أخلاق أيضا، بينما محمد بن سلمان، وهذه حقيقة يعني ولاحظها كثير من الصحفيين الذين التقوا به، ربما البعض نشر هذا وربما البعض يعني لم ينشره بل قاله يعني في عدد من المجالس، محمد بن سلمان ينظر إلى سعود القحطاني كرمز ثقافي ومعرفي، بل يراه أنه شخصية يعني عظيمة جدا، أنه حظي بأن يكون هذا الشخص قريب منه، فهو يرى أنه نصائح محمد بن سلمان ونصائح سعود القحطاني وتصرفات سعود القحطاني أنه أمر عظيم جدا، بل هو ربما يظن أنه لو أبعد سعود القحطاني أنه لا يستطيع أن يأتي بمستشار بكفاءة سعود القحطاني. واضح تماما. دعني أتحول بسؤال أخير وفي عجالة. سيد ديفيد هيرست، سيد يحيى عسيري قال بأن بن سلمان هو من يملك زمام الأمور، هناك من يرى بأن من يملك بزمام أمور بن سلمان هو بن زايد، يعني نيويورك تايمز وصفته برجل الأقوى في الشرق الأوسط. مستقبل هذه العلاقة كيف تراها وكيف تؤثر على السياسات القادمة للمملكة؟ Okay, so Bin Zayed is Mohammed bin Salman's mentor. إذا ما أردنا أن نقول، بن زايد هو الأب الروحي لولي العهد السعودي، وهو من عبد له الطريق ليصل إلى واشنطن. وفي تصوري محمد بن نايف كان هو المفضل لدى واشنطن، ومع مرور الوقت كما قلت بن زايد عبد الطريق أمام ولي العهد السعودي كي يصبح المدلل في واشنطن، وأيضا لمع صورته على المستوى الدولي. وقتنا انتهى تماما سيد ديفيد هيرس، رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي، كما أشكر جزيل الشكر سيد يحيى عسيري الناشط الحقوقي السعودي. بهذا مشاهدينا نأتي لختام حلقة هذه الليلة، نعود ونلقاكم الاثنين القادم بإذن الله مع بقية لقصة شديدة. السلام عليكم.